أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الأربعاء 13/7/2016، وإليكم صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى تواجد تشكيلات من السحب على بحر العرب وخلو الدولة من السحب. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الشرق تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نهارا، قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة. والطقس صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا على المناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل بعض الضباب. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية أوائل الأربعينات، الداخلية أواسط الأربعينات، وأخيرا الجبلية أواسط الثلاثينات درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب يصبح متوسط مساء، أما في بحر عمان متوسط يضطرب أحيانا. طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا على المناطق الشرقية، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الوسطى والشمالية. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحيانا في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية في ساعات الليل والصباح الباكر، وقد يتشكل الضباب الخفيف غربا. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، في أمان الله.